ندخل بقى على ثلاث حاجة اللي هي ترانسميشن ميديا ميديوم اللي هو الكابل. ازاي نختار الكابل ونوع الكابل وايه الخصائص لكل كابل، ايه اللي بيميز الاول عن التاني يعني. فهنا بيقول لك ان في الترانسميشن ميديا في حاجة اسمها جايدد وان جايدد، دي اللي هي الوايرد، والان جايدد هي الوايرلس. فالوايرد في منه 3 انواع: تويستد بير كابل وكوأكسل وفايبر اوبتيك. دي تمام احنا عارفينهم يعني، فالحته دي هتبقى سهله ان شاء الله. والوايرلس في الاير، فهنا بيفرق ما بين الجايدد ميديا والانجايدد، اللي هو الجايدد اللي هو بالواير لو في واير، ولكن الانجايدد اللي هو الوايرلس. تمام كده. فانا دلوقتي بيقول لي ايه الخصائص بتاعت الواير ترانسميشن. فاحنا مشكلتنا احنا عندنا في احنا قلنا اللي بيحصل في اي كيبل وعالجناه حسبناه المره اللي فاتت، اللي هو زي ما يحصل مثلا نويز، ديستورشن، ديلي او لاتنسي، يبقى في اي مشكله في الكابل بتاعنا، وهو بيشرح كل مشكله هي معناها ايه. تمام كده. ولو برضو ممكن يبقى بيقول لك في نوعين بقى من النويز، الامبلس والثيرمال، وهو مش جايب مش ذاكر اي حاجه عنهم فملهاش لازمه. هنا بقى بيقول لي ازاي اختار الكابل بتاعي، يعني ايه العوامل اللي انا اقدر اختار منها. فاحنا بنقول مثلا حاجه زي السكيورتي، بنشور السكيورتي او السايز بتاع الكابل نفسه، يعني حتى لو على حسب شكل التوبولوجي عندنا او بعد المسافات ما بين الديفايسز، عايزين نطلع ثروبوت قد ايه، الكوست بتاعنا هيبقى قد ايه، النويز عايزين نوفر نوفر كام النويز ولا لا، الحاجات دي كلها. فنبدأ كده على طول بأول نوع من الكيبل اللي هو التويستد بير. احنا عندنا التويستد بير نوعين، اليو تي بي والاس تي بي. فقبل ما نبدأ فيهم، هو بيقول لك ان هو الكترومagnetic ما بين البيرز، هو عبارة عن المشكلة هو الفريكوانسي عنده، عنده لو فريكوانسي، بيستخدم فريكوانسي قليلة عشان وكمان الاسلاك بتاعته بتكاري الداتا ما بين من السندر للريسيفر، مش قايل غير كده. النوعين في حاجة اسمها اس تي بي واليو تي بي. الاس تي بي هي شيلد توستد بير، واليو تي بي الانشيلد توستد بير. الفرق ما بينهم بكل بساطة ان الشيلد بيبقى عليهم طبقة حماية من فوق زي كده، بيبقى كل سلك متجمعين وعليهم طبقة حماية، لكن الانشيلدد هو ما عندوش طبقة الحماية دي. فبيدينا هنا ان الانشيلدد هو ارخص وسهل ان انا اعمله انستول، ولكن المشكلة بتاعته ان هو ممكن يحصل له دامج بسرعة. لكن الاس تي بي بيبقى ده اغلى والسكيورتي بتاعته احسن لعوامل الطبيعة بقى، اي قطع او اي حاجة كده. هنا مدينا ان اليو تي بي ليه 2 كاتيجوري، هو فيه اكتر من كاتيجوري، اكتر من 2 كمان، بس هو شغال على 2 دلوقتي، الكات 3 والكات 5. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ يعني ايه كاتيجوري اصلا؟ كل كاتيجوري بيبقى ليه سرعة معينة، فريكوينسي معينة، طول معين. فهنا الكات 3 بيقول لك اب تو 16 ميجا هرتز، بتشتغل في ال يعني بنلاقيها على طول في المكاتب، وطولها من 7.5 سنتي ل 10. تمام كده. لكن الكات 5 بتبقى اب تو 100 ميجا هرتز، وعلى طول بتبقى للمبنى كله عشان بتبقى اطول، فتبقى اللينس بتاعها ده التويست لينس من 16 سنتي ل 5 ل 85 من 100 سنتي. هو مش قصده هنا طول الكابل، هو قصده طول التويست، الرفع على نفسه يعني السمك. هنا بيقول لي المميزات وعيوبه. فلو مميزاته فاحنا هنقول اللي هو رخيص جدا ومتاح في كل حتة وسهل الاستخدام وفليكسيبل. لكن مشكلته اللي انا لو عندي انالوج
او ديجيتال، فانا محتاج يبقى في جهاز اسمه ريبيتر. يعني ايه ريبيتر؟ احنا عارفين ان كل ما المسافة بتطول ما بين السندر والريسيفر، الداتا وهي ماشية في النص بيحصل لها دامج، فالريبيتر ده هو اللي بيعيد جنريت السيجنال نفسها. هي دي مشكلة التويستد بير، اللي هو بيحتاج ريبيترز عشان بيحصل بيدخل له عليه نويز او اتونيشن في النص، فبيحتاج ريبيتر في النص. الكاركترستكس بتاعتهم من ناحية الانالوج، هو بيحتاج امبليفاير كل 5 كيلو لستة كيلو، قلنا عشان ما يحصلش اتونيشن ون اوفركم زي الريبيتر يعني. والديجيتال اللي احنا بنستخدم الريبيتر كل 2 او 3 كيلو، ومشكلته كمان ان هو الديستانس بتاعته قلنا قليلة، عشان لو طولت الداتا بيحصل لها فقدان، والباند ويدث بتاعته 1 ميجا هرتز، والداتا ريت 100 ميجا هرتز. مش مفروض مننا نحفظ قوي، بس قد ما احنا نفهم. الابليكيشن بتاعتنا اللي هو كل حاجة بقى، اللان بتاعتي، اي اللان بتاعتي يعني لان صغيرة حاطط عليها اكتر من بي سي، فبنستخدم التويستد بير، هو كابل النت بتاعنا العادي او تليفون نتورك، يعني اي نتورك بس بتبقى ميديم او لان. النوع التاني حاجة اسمها كوأكسل كيبل، ده بيبقى احسن شوية، ده اللي هو كابل الدش بقى اللي هو بتاع الريسيفر. فهو بيقول لك هو بيتكون من انر كوندكتور، وبيتكون من انستولينج ماتيريال عشان بيبقى احسن بقى، وفي طبقة حماية الشيلدد زي ما قلنا في التوست في اليو تي بي ما كانش فيه عنده طبقة الحماية دي، فهو بيورينا هنا اللي هو بيتكون من اكتر من 4 اطباق او طبقات. فهي دي يعتبر بس هو ده السلك، لكن اللي عليه ده كله طبقات حماية مش اكتر. فهو هنا الانر كوندكتور هو ده الموصل بتاعنا، وكل اللي وراه ده طبقة حماية بلاستيك او اوتر كوندكتور اللي هو الشيلدد اللي احنا قلنا عليه. الكوأكسل تايب احنا في نوعين معروفين، اللي هو السك والسن. الفرق ما بين السك والسن برضو في السمك، في سمك الكابل نفسه، في سمك الحماية. فهنا السك التخين اللي هو بيقول لك كوأكسل بيبقى 10 مليمتر، سرعته 10 ميجابت بير سكند، الماكسيمم سيجمنت بتاعتي يبقى 500 متر، بيسمح ان هو 100 ديفايسز على السيجمنت الواحد. ده بيبقى 10، اسمه 10 بيز 5، ده الاسم زي ما تقول الاسم الحركي بتاعه. لكن السن بيبقى 5 مليمتر، مليمتر، سرعته 10 ميجا بير سكند، وبيوصل ل 185 متر. الابليكيشن بتاعته زي ما قلنا الاريال والتلفزيون اللي هو الدش والحاجات دي كلها، وبنستخدمه برضو في اللوكال اريا نتورك اللي هو اللان بتاعه. هنا برضو نظري مش اكتر، اللي هو مميزاته بيقول اللي هو الباندويتس بيوصل من 400 ل 600 ميجا هرتز، ده احسن من ال من من التوستد بير. وكمان ان هو بيتاب ايزلي، سهل الاستخدام يعني، لكن مشكلته اللي هو عنده اتونيشن كتير قوي، اللي بيحصل فقدان في الاشاره في السيجنالز بتاعتي. الكاركترستكس قلنا برضو هنا في زي ما قلنا في اللي فات، الانالوج والديجيتال. هنا برضو في الديجيتال بيحتاج ريبيتر كل 1 كيلومتر، وهنا برضو بيحتاج امبليفاير، وبيوصل لغايه 500 ميجا هرتز في الانالوج. البرنس بتاعنا اهم حاجة الفايبر اوبتيك طبعا، ده بالازاز يعتبر ده اسرع واحد فيهم. الفايبر اوبتيك كيبل هو بيبقى ثين فليكسيبل ميديم، بيبقى عبارة عن اوبتيكال ريز زي ما قلنا، هو بيبقى اسرع واحد فيهم، بيشتغل بالريفليكشن، بانعكاس الضوء. فهو هنا بيورينا ان الفايبر اوبتيك ازاي بيشتغل، باننا لما بيدخل الداتا جواه فبتتحرك بانعكاسات الضوء، فعشان كده بتبقى اسرع في توصيل الداتا يعني. ازاي المود، البروبوجيشن مود، يعني ازاي انا
انستول كابل اصلا، ففي حاجه اسمها سنج نوعين، سنجل مود او مالتي مود. احنا مش هندخل طبعا بالتفصيل عشان كل واحد وليه كاركترستيك زياده، بس احنا نفهم بس اللي فيه نوعين، ده في الفايبر اوبتيك طبعا. والمالتي مود فيه ستيب اندكس وجريدد اندكس، فهو هنا قايل بس عنده حته هو ممثلها هنا في ال في الصوره. فانا بيقول لك لو السنجل مود فانا داخل داتا واحده او ري واحد وهو عمال بيعمل انعكاسات، لكن في المالتي مود بيبقى في اكتر من انعكاس في الكيبل نفسه. فهو هنا بيتكلم على الستيب اندكس مالتي مود وعلى الجريدد. الستيب اندكس بيقول لك هو ريفلكتيف وولز للفايبر ده، بيموف اللايت بالسز للريسيفر لاكتر، بيرفلكت الريز بتاعته. الجريدد اندكس هو برضو بيرفراكت اللايت من السنتر نفسه. يعني هو بس في الاختلاف في الميكانيزم بتاع الورك بتاعه، فمش هتهمنا قوي. مميزات بقى وعيوب الفايبر اوبتيك. احنا قلنا مميزاته طبعا اللي هو سرعته جبارة والباندويتس بتاعته احسن كتير، فهو الباندويتس بتوصل ل 2 جيجا بير سكند. الحجم بتاعه طبعا اخف كتير، لو مسكناه هيبقى اخف كتير، والاوتونيشن عنده اقل. والسكيورتي بتاعته طبعا بينشور السكيورتي اكبر بكتير. بس مشكلته طبعا اللي هو غالي جدا، حتى لو عندنا ديستانس صغيرة جدا، بس مشكلته اللي هو غالي جدا. ولو حصل له أي مشكلة بيبقى لازم عندنا عايزين حد عنده سكيل عشان يصلح الدمج دي، مش أي حد يعرف يصلح الفايبر اوبتيك. فهي المشكلة اللي هو غالي، ولازم حد يكون ماهر يعني عشان يعمل له صيانة. الابليكيشن بتاعته بقى بيتكلم على المترو، متروبوليتان ترانكس بقى، دي حاجات جوه النتورك الكبيره يعني، المان والوان. فدي هتبقى احسن كتير. الكاركترستكس هو هنا بيقولك بيستخدم نوعين من اللايت، حاجه اسمها ال اي دي وال واي ال دي، اللايت ايميتنج ديود والانجكشن ليزر ديود. دي برضو جايب بس مش جايب تفاصيل عنهم. بيقول لك بقى ان هو مور افيشنت وبيستخدم فريكوانسيز اكبر وداتا ريت اكبر عشان بيوصل لسرعات اكبر. تمام. كده خلصنا الجايدد اللي هو الوايرد. الوايرلس بقى اللي هو مني للهواء، فبيقول لك اللي هو الواي فاي يعني. فمدينا اكزامبلز اللي هو الساتلايت والراديو والميكرويف، ده كله بيشتغل بالوايرلس ميديا. فهنا بيتكلم ان الترانسميشن والميديا هو بيأتشيف بالانتنة. الانتنة اللي هي اللي احنا زي شبكة الموبايل، هي دي اللي بتخلينا كلنا في نتورك واحدة ونقدر نرسيف او نترانسميت من عليها. تمام كده. النوعين اللي هو دايركشنال واومني دايركشنال. الدايركشنال هو اللي انا بحط الـ الاشعه بتاعتي في مكان واحد، ويقدر الترانسميت او الريسيفر بيستخدموها هي بس اللي هو شعاع واحد، لكن التاني هو بيوزع الاشعه لاكتر من دايركشن، يقدر من كل الناس تستخدمها في من اكتر من لوكيشن معين، مش لوكيشن واحد زي الاول. كده احنا خلصنا الترانسميشن ميديا، واللي جاي مالتيبلكسنج، والمالتيبلكسنج مش علينا. فالحمد لله احنا كده خلصنا الفيزيكال لاير. شكرا.